السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم غادي نديروا واحد الفيديو ديال كيكه بالتفاح وبالكراميل، كتجي روعه وممتازه وكنتمنى تعجبكم. المقادير: عندنا جوج خمارات فاني، ثلاثه البيضات، جوج ديال التفاحات، دانون فاني، كاس ديال الزيت، كاس سنيده، الطحين غنعبر لكم بكاس ديال دانون. غنشدوا ثلاثه البيضات نكسروهم، غنزيدو عليهم واحد الساشي ديال الفاني، وكاس ديال السنيدة، وغادي نخلطو مزيان حتى كتندمج هاد العناصر كاملة وما يبقاوش يبانو الحبيبات ديال السنيدة. كنزيدو دانون فاني، مع استمرار في التحريك كاس ديال الزيت، يمكن لكم تعبروا الزيت في كاس ديال دانون. غنعبر لكم الدقيق في الكاس ديال في الحك ديال دانون، كنديروا كاس الاول ديال حك دانون ديال الدقيق، الدقيق كيكون مغربل. كنضيفو كاس تاني ديال الدقيق، كنزيدو كاس الثالث ديال دانون ديال الدقيق غير مملوء، وفي الاخير كنضيفو جوج خمارات حمر. كنخلطو مزيان باش ما يبقاوش لينا دوك الحبيبات، وما نساوش واحد قريصه ديال الملحه كنديروها في الاول، نسيت انا، المهم شويه ديال الملحه ما تكتروش بزاف. كيكه عاديه، كنشدو المقله ديالنا كندهنوها بالزيت ونرشوها بالدقيق ونخويو لاباري ديال الكيك، نهزو البول ديالنا الاعلى ونصبو هذاك الخليط. من بعد ما كنساليو لاباري ديال الكيك كنوجدو التفاح ديالنا، كنقطعو على شكل شرائح ونستفوهم فوق العجين. قطعهم على هذا الشكل،
وكنستمروا بهذه الطريقة حتى كندوروا على العجين ديالنا كامل. ندخلوها الفرن معتدلة الحرارة ونخليوها تطيب وننزلوها لتحت باش يطيب لينا التفاح. نرشو التفاح ديالنا بسكر فاني وندخلوها الفران. الكيكة ديالنا طابت البنات وجات محمرة وجات طالعة. دابا غادي ندهنوها بالنباج، دينو التفاح بالنباج. اللي ما عندوش النباج يمكن له يدير غير لا كونفيتور ويدهنها، يمكن لك تخليها غير بحال هكذا. كتجي رائعه، مذاق هائله، وفي الاخير غادي نزوقوه بالكراميل. دابا غنديروا البنات الكراميل، وهذا الكراميل اللي غندير هو كراميل منزلي، يعني من صنع يدي. وكنتمنى البنات هاد الفيديو يعجبكم وتشتركوا معايا في قناتي، وما تنساوش التشجيعات واللايكات، وشكرا للمتابعة ديالكم والتعليقات ديالكم. وإلى اللقاء إن شاء الله إلى وصفة أخرى مع فيديو آخر. مع السلامة.